عيد الفطر أو العيد الصغير كما كيسميوه المغاربة يوم اللي متميز كتسبقوا استعدادات وتحضيرات قبلية كتستمر طيلة الأسبوع الأخير من رمضان. كتعتبر هذه المناسبة الدينية فرصة لتقوية العلاقات العائلية وتعزيز قيم التضامن ونشر الفرح والسرور، وكيحرصوا المغاربة في العيد على ارتداء الملابس التقليدية في حين كتفنن النساء في تحضير حلويات متنوعة باش تستقبل الزوار صبيحة العيد. ومن بين الحلويات المغربية المشهورة عندنا الفقاص، عندنا غريبة، وما نساوش المسمن والبغرير اللي كيزين مائدة إفطار العيد في الصباح بجانب كؤوس الشاي المغربي، في حين كتظل المائدة عامرة بشتى الأطباق طيلة اليوم باش تستقبل المهنئين. بجانب الأطباق والحلويات المغربية اللي كتكون نهار العيد، في الملابس التقليدية والحناء مكانة خاصة في هذه المناسبة. كتبدأ الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر في المغرب في الأسبوع الأخير من رمضان، فاش كتلقى المحلات التجارية والأسواق عامرة بالراغبين شراء ملابس العيد سواء للأطفال أو الكبار. كيميلوا الكبار لشراء ملابس تقليدية اللي جاهزة بحال الجلابة، الجبادور، القندورة والقفطان، في حين كتنافس المحلات في عرض أزياء تقليدية متنوعة ومختلفة في الأثواب، الألوان والتصاميم وصناعة المعلم، في حين كيلجؤوا بعض الناس في وقت مبكر في شهر رمضان عند مصممين وخياطين باش يخيطوا زي تقليدي خاص بالعيد. أما بالنسبة للوليدات الصغار ففي الغالب كيرتديوا ملابس العصرية، كيمشيو مع الآباء ديالهم للسوق باش يختاروا لباس العيد. كتعتبر الحنة من العادات المرتبطة بعيد الفطر، حيث كتميل النساء كبيرات السن باش يحنيو، أما الشابات والطفلات كيمشيو عند النقاشات اللي محترفين باش ينقشوا يديهم ورجليهم بنقوش حنة بأشكال هندسية اللي مختلفة. والحنة في المغرب مكانة خاصة، فهي كتحضر بقوة في المناسبات الدينية والاحتفالات المهمة، حيث كيعتبروها المغاربة دلالة على التفاؤل والفرح. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد قناة ريمال تيفي.